خالق عالم دو سوره اعراف آیتا 33 نه صح؟ ام گشت مو مدرین قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن تبيج جوارا يا حبيبي من انما حرم ربي انجا حرام كر يا ربي من الفواحش فاحشة وانا بيجا فاحشة شو تشيه ما ظهر منها وما بطن والله اعلم في آيات ابو دجال هذا المصطبه يعني عيني متشابهز بنزل في آياته ما ظهر منها وما بطن ابي açık fahişeci o gizli veci. Yani eğer cıra niyet fahişe zinyeye bilgin zinya bedi zinyu zinya başkera o başka ci mana fahişe evi bedeki vel isme ija mutlak göne vel bagya zulüm bi gayril hakki ve en tüşriku billahi ma lem yunezzil bihi o ven şirika kuş kodar açıken yani kodar hakki vidat ma lem yunezzil bihi sultana tü delile ki tü ayete ki نازل لك ليتشتك ونجبر خدا تشتكن أبد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هو اللي سر خدا تشتك ونزانه ومدبين خدا خدا أواقوتية عبارات تب خدا حرام كده مالي الفواحشة ما تفاحش قب لما نايتنا والبغي بغير حقين مالي قيدة تشيه والبغي بغير الحق سيدا شو بغي بغي بحقي هي قيدة واقعية تشنيع تشنيع يعني يعني بكون بغي بس شو قيدة حقية يعني قيدة واقعية قيدة ها تشنيعية خشة إزارة تشنيعية ملا يعني بروبيس في علي وبروبيس نقول بغي مع حقي هي جبوا قصيبة Bəli. Zira zari maliyyə qarış burad, işte ki, bir gün bir çiçek əmdikin ana. Bəli, darın zeydaf. Yad bəcün, do ayətə və iron cəsə, mələşə kirli yəbə bəri məxvən, do ayətə iron cəsə, do şi, dibəm, qul mən harram əzminətə Allah illəti əxrəcə li ibadi, qulun, qüstil müstil zəru, mir nikar lıxvək haramun ala ümməti və şkut əlxəz. Qudar bir ayətə də varrəndi ki, dibəm, رابون زير مير حرام دكين هذا تر حلال آية تبي حلال أمد بيجن أهل السنة ولاك أهل قدام أهل حقيقي حديث أبي خمبر مخصص عموم آية تبع أو تشتيو تخصيص مخصوص قبول لكن ظاهر آية تبي ما تشل خو كيد بيز الله يك يكنا بتشل خو كيل بيجنا يتي عايز تبي تقول بيجنا يتي تيجي ميرك حديث آيات را تفسير بني دبي القرآن تعريبه وصف بين دكازو القرآن تعريبه شرمي وعشي تيكم قندر الحكم تشكينا نولا من إبراهيم سارمش لقو إبراهيم سارمش ولا جمار ديني بقو تشما كري ناقي بقو بكت دست مز دخول يبرن طب قولا كر برن مالي لا قنجو خوش كيريا ولا تأتى اوكي ودايكي يعني فكرة تدك أنا كريم وغي تبكوش كيف وغي تبكي تزيت أما طابل فشتا كيخ كريم تبكوش أنا يوسف الفواحشة يا الله الفواحشة ما تفاحش قبحه خبيحتيا ويكبر فاحشة أو فواحش تقول تنجرا أي تزايدة وزيدة بني تفاحش يعني أبي كو تشتكي كو فر زيدة قبيح بجرا فاحشة تقول تن خدا تعالى قلت يا خدا ويتشتكو قبيحتيا ويبر زيدة سر وحرام فيها وقيل هي ما يتعلق بالفروج أيج أيكو بعورتها على قلية يعني الزنية ووسائلها والاسم اسم جي عام إجا لكل ذنب تمام جنا خدا سر وحرام فيها وقيل شرب الخمر قلت يام مقصود جي الاسم شرب خمر بل والبغية الظلم والكبر إجا شما بغية مثلا فواحش و بواغي برابوتا يا مثلا كان جمع ويشتي شما الفواحش والاسم بغيج كتب يعني شما بغي ازلك هو يعني إيه اسم جي مفردان يا اسم جي مفردان يا نعم نعم تكان يا بذكر يعني مثلا ابقو فاحش و اسم ذاتي بغيج كتب يعني شما بغيج يعني ويجوان قطان دي مالي افرده بذكري كما قال
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ادونا دا قوتيا ما شو ادونا دا بلكي انسي دا من بجا يعني ذكرى خاصة بشتي عامي اهتمامي بشأن الخاص ريدا لبن سيدا ونشاونون باش انه بخيراتي درنك اصلا سالت بازور عن ايبارة وكا كيما وافرادا كاكيري وافرادا بذكري واوتنا افرادا بذكري حاولا بلدكي كيمش تيجي سيدا افرادا بذكري للمبالغة ها والله خبرتي وين بنيها يا قال القاضي افرادا بالذكر للمبالغة خش تعطف خاصة لسر عامج نكتك هي لو ربغي جمال ده عمل ده هي أو جي هي دبا خش داري تخصيص بيوي عطف خاصة لسر عامج جي بيوي كنين سيدا بيوي سيدا سيدا دكاكي جفاحي جبقان دي فاحشتي تخاطش كي بو حقي غيرا يتعلقي بغيرا ما دقلا شكي بيسا اول بغية دكي جي دبي انا بيدا ويدا اسمي عني او بيدا جي البغية عني او بغي جي بو التعلقي بغيرا ويا حقي غيرا ويا او جي دوغي او يبرقو الخد جاي عبر عجايب يعني قناه كي مرحنا بيدي یک سیده ملتاج من ایتن بو زنب نگو اسیان نگو عصا نگو سیعات نگو تدی اوانا قولی تب مترادت نیمن اسم عامی لسر تبایی بوی معنیش بیا عامش بروی آنی ها بس آبقیه جی بلکی جبونه یو گوتیه جبون مبالغه و یا خود جبونه عمل بله 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 عمل دهی بکشاف تنی نسکنم بله عمل دهی جی از اونا ام دوام دکن ما لم ينزل به سلطانا كيماسي كيبا بوني بيشي يعني أبيات شو ما دي بيجي يعني قي حاشا خو... يعني دي ظلمي دا او دي او كي دا خدا تشتكي شو نازل دي كي نا نازل ناك أبيا فيه تهيكم يعني وان غزا رزيد كي او في تشتيش بل خدا درد خايا ربي عالمي تشتكي نقوت يد في حقي دا ابوي معني يعني از اونم جایتی از بیا فیلم کور حجز ناکن دبی بیا فکر و دموکرات نینه گون تا اقرات دبی شا دبی هر تشتی خوب بناوی خدا دکن یا وکر شیخ و سیدای ما اون ملی نخوندی اون ملی نیوجو اون شیخ میخیم و رکی بناوی خدا تشمشتا دبیشن ناوی وی نه شریعت نه دموکراسیه ناوی وی تا اقراسیه از علماء انسان باش خدا مبقى تابعي وان انسان نباشي خدا وان بمبدأ ناسكره مجوان دور بك لأنه لا يجوز أن ينزل برهانا اذا كما تهيكم مجين شكي شون ندرس كتك رب العالم نازل بك اهرام كي دليلك بأن يشتك به غيره وغيره بي بمن شريكي بي يا رب العالم تشتك بسا نازل بك انا ابي اجونا تهيكم مالا جوان رسلك وان تقول على الله وان تتقولوا عليه مني تقول كلمه تتقولوا يعني كون تقولي لسر خدا شيكن يعني ون جبا خدا شيكن شتا ون من ون دبن خدا غوتيه اويا يعني غوتنه كي كون جبر خدا دردخ تقول او يعني و ويدرما و وتفتروا الكذبه يعني ون بفراء افترابك من التحريم وغيره وانت شكيت كون من خدا بيتشتي قوتي ام دكت اي خدا نقوت يا بابون فرات كان مش بر خدا دكت اشتمي كبرى وجقافة السهراء خبر دنز ولا امن ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يعني كلمة تنخشري من التحريم وغيره يعني خديش يا رازي ما تحت حق بي قوني دا كل حساسة يعني مساعدش كسيرا قانون أوكا شيك نادا نادا اتوا عالمي سيب مصاني عالمي مدى نانا شو آيات اجي از غلام آيات اجي دا حرامون و نحرامون تبدا خبر دا و آيات اجي آيات اجي بيرا جحام بوا مالي لوما بالي بالي بيا ما هو قول من حرم ما وجد من التحريم ما تشكدت لا طبي طبي وانا آيات مادة آيات تبدق له ملي ولكل أمة أجل جبونا يعني أبي تهديد كيا جبونا أهل مكيرا دبي أو روجا ووالا وين ونصابر مكان
شوا اي اي دنيا روجا وانات والله وي روجا وجوار ولكل امه اجل جبونا هر امتك را هر ملتك را زمانك هي فاذا جاء اجلهم وقت اجل وان ورا لا يستاخرون ساعه يعني او تاخير ناهن يعني او جوي اجل يقتو كسكي كنا الى عذاب السري وان ورا تنا ساعه ساعه جبونا انقص زمانك داهي ناي تاخير كرن همن اني دن اي ولكن ولا يستخدمون بيشي نو كمان يعني نزوتر ندرنتر او تام ده زماني خدا عذاب وانجي و ولكل امه اجل ابي وعيد لاهل مكه بالعذاب تهديد اجل اهل مكه بعذابك النازل في اجل معلوم عند الله ده زمانك بلدا لباقو ده ويورا كما نزل بالأمة من سابقة أمج المسألة وان أمتي بلد شوى اي وان زمان وان بلبو زمان عذاب وان اي باناش وقرئ فإذا جاء آجالهم بجمعي جات يكون بلد وقال ساعة شما قلت لأن أقل الأوقات في استعمال الناس أن زمانهم دك إنسان نبا خدا استعمال دك يقول معنى اللحظة أري يعني ها بلكي معنى اللحظة بس ساعات دفردا يعني سمعنا معنى واحد خنيبة يقول المستعجل لصاحبي في ساعة يريد في ساعة ساعتك دخوزة نبيش أقصر وقت وأقربه من لصاحبي في ساعة يريد ساعتك أو دخوزة ساعتك أو دخوزة يعني معنى وش يعني أن زمانك كن وأن زمانك نيز دا أوي في عيشة بلدتا يا يا سيدات شاكي بيجي مرحسس نابن أنا دبيجن دبيهون دبيجن لا يتقدم ولا يتأخر أتا إيس دبيجن دبي قرآن مسلمان الله دبيجي حالبك دبي دي أفريقيا دا ملات ران رنان ناخو وقداء ورنتن عمري ويسي تشل سال ناتي بينجي سال mesela de Türkiye'de ve de Cigidili de Avrupa'da bir insan gıdalanmıştı ve Amrevi şişti de çahıştı. Ana dedi Türkiye'de bir Amre mevkir var, berzor çok peşte daha kim bu ana berzor çok. Hep şimdi ayet anıyla bir tersi ve kabiyat delil değil mi bir Kur'an ne rastı? Aya ve bir mesele işte ama yani mesela insana ki gıdalanmıştı ve Kudat zane eceli bu sadaniye. İnsana ki gıdalanmış, nâbe Rabbi âleme vücî zâne ve hasâbi Rabbi âleme hasâbi usada yediyten. Ne ki tamama be'ayni hasâb ki, be'ayni ecele ki, daya ta'yin kirin, hatta ki henüz gıdalanmış demin, henüz gıdalanmış, nâben embecin ve Rabbi âleme tabi vekev danibu, o vekev yaşamış nâben. Ne olsa? Esas burada anki mesele ki din hey, mesele din hey. Yani gülbe sadaka ömür zeydetik yani çiçeğe bana hani esası mesele evin yani bu sadaka ömür dereştik ya ez ulan ev yaşı yani Rabbi alemi zanıb yerliye sadaka bide evi ömrü ve dereş bibel gori dereş buna ömür Rabbi alemi daniye ve ölçüye Seyda Seyda ima ez ulan yani demir dahi seviyem ala ala بعنا ناخذ ثمن على الدين إن ميجي مذكر ولكل أمة أجل هي عمر هي فرق إذا كنا بين أجل وعمري يعني أجل عائلية عمر عائلية وحتى هنا ليش نتواجدين أجل دقيش ناب عمر دقيش دبي يعني فرق إذا كنا بين أجل وعمري لو ما هنا قوي شكل يعني أجل قرأ كده لوحي محفوظ بابا حتى تقديرات زمان اللوح هذه حديث هاي دي قريت على هي كائنات شنو كريه نزاب بي دي هزار سنه بريا كائنات تهمتش زان بو يا اسكريد لوح معقول ولا افيا ايريه وطاك باش كده حتى انسان در رحمه دي خدايه يقول دا جي تقديرات دي او جي ايريه وطاك بالروجة برعتي روجة قدرت تزيكي جاني روجة كي أول جدا تقدير دبي إن كان شكله بروجة وتقدير شيء دبي هذيك عائلية إن كانت تعيش تبع إن كانت تعيش نابة إن كانت مقطوعة إن كانت مدراء أو بالمعلق بعلي سبب هاي هذا سيدا إيه أجل
dibeci o emr dibeci ecel cini çi ecel şi insan acı emri mehluk la yani ya hayat tabiyora yurabzevden ev ya ev müddihanika ve eceli bitti ama dibe ev ya eceli azab be zulama belki Rabbi alem edip de eceli azab be kastika ha ben ez gulam ez ava ve rahatsız nakim Sura Nuh aleyhisselam ya Nuh suresi de bir ayet un ağa bakın un ağa nekin ve bir kuştun ağa bakın unu muakhir bar ecel müsemmayı bir de ayeti bir ave. Böyle mi? Evi ayeti ne biniyor? Dua et biniyor en bu dua ecel dirijdi ki inki seyidaları meşkti bir kuda kudu bereket dahi. Çünkü bu tür mesela sadaka ömür dirijdi ki dizenge tevil kiri bu tür bereket dahi. Tu tahlila ve biniri duaji sadakaji ömürji işte koka nezi duayı. Eğer gıdalanmış bir esbabı kubbe gire sebebi musebbet dedikari eceli hatta müsemmayı bir yaz olam. Ve eğer duan evkane ki hatta müsemmayı naçı evrat da incelik heyi edhazım emyeni cevabı mıkni bir fikrin ez olam. Bana mal gizli alimede dıkhabetin bir o kaderi nizanın bir kadere veci verri ata işi, de işi yani ilmi vakaj bu en bir zamış beri mi var hassiz kiri bir mesela anı gündemi. Yani tabi Kur'an'a ve avadı beşi vakı usa na beşi. Ömrü milletteki çen sal beş de zengi bunu yani fakir bunu ömrü ona çıl beynci. Tu aynı bir milleti leydin yeri. Beş de zede buyu obezlenmiş buyu parti zede amri ve çoğu hafti haçtı toplumsal olarak ev. Tabi bu çava bir adı beşi la yeteakhar ve la yeteqaddem. Ya bu kaderi nizanı ya kader ve nizanı. Evet. Am devam mı ki izna ve peye? Nasıl da cevap verici. Ben cevap verici. Cevap verici. Cevap verici. Ecel heyi muallakı, ecel heyi musemmayı. O çakı. Yani akida, akida ehli sünnet. Ve kadı emdüm ve kadı mu'tezili ha. Mu'tezili dibin ecel. Akida tüm ne kari her tıştı mu'tezili ala dükü. Ez gulam ete. Yani kari keşaf dükür hem hakkı melek iş nekun. Mu'tezili tamamen merdud minin. Hem pari bir zinciri pişkinin, hem müteassır ne veriyordu. Boş, tamam. Şiir o peyva, koçu var ya mı kabul gına? Daha iyi. Ama her da, her kadar. Oğlan kuzma sabah da'ma keder ellezini yestemi'une el kavle fe yettebi'une hasenev. Hem daimen müfahhes min jbu khudabın. Ve yuallimukum ma lem tekulu ta'lamu. Tamam, boşa. Fakat biz zanet, işte Emder basmın izna ve peyere. Cevaba koymasından. İmma ye etiyen nekun. Ebiye en şartiye dummimet ileyha ma müekkedete limane şartı. İn imma in maye en şartiye ma pevatiye. Ve li zalike üç bu tekidi. Ve li zalike lezimet fi'la en nunu sakiletu evl gafetu. Ye etiyen nekun. Alberku en şartiye ev nuna sakile bir baba he, akif fejdi bir kuvere. Harfa şartı ve mazalık diye bir türlü şart da o için evet. Sakile zalık ismi denge abi bir gira. Aynen. Fahim kulte. Sıra denge çava jibu ya ne koş bu mutabakatü münasebeti. Yani iyi şartıya jibu kayda fi'lu şartı cevabı şartı de. يعني مقصود بزاد قيد فعل شرط جواب شرط فعل شرط هي واي واي او اداتك وجترى ان مقصود هاتي تاكيد كريم بما اي او فعل شرط وجترى مقصود جرب بالطريق الاولى بقسكر بتاكيد كريم او انا كنا مقصود بتاكيد كريم بما اي او فعل شرط وجترى مقصود نتاكيد كريم بما اي تشتی گوشی ترا نه مقصود تا تاکید کریه تشتی گوشی ترا مقصود تا تاکید نکریه جبوی وی ای واجب این و نون تاکید و نبیا وی دوید تبت بی تاکید کنی فعج مجبور بی تاکید کنی جبو کو دنگ ها بودا صد بودا دنگ ها بودا دیجه او قول هو لذا لزمت فعلها یعنی لئن لا ينحط رتبة فعل شرط عن حرفه بله
Tamam. فإن قلت فما جزاء الشرط جزاء الشرط ما تفردت شيء قلت الفاء وما بعده أو كما قلت شيء فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو وما بعده بين مل الفاء وما بعده من الشرط والجزاء والمعنى فمن اتقى وأصلح منكم والذين كذبوا منكم أو قلت أتفكر تمسك والذين كذبوا أو خذ الجواب يعني يعني أرجع على سؤال التقابا بلى وقرئ تأتينكم بتاجات إما يأتينك إما تأتينك بتاجات بلى فمن أظلم من افترى على الله كذبا كي ظالم ترى جوي كسك وافتراء بفراء لسر خضابك أو كذب بآياته يجد تكذيب آياته خضابك evet. أولئك ينالوهم نصيبهم من الكتاب او نورمال رزقي واني كو مكتوبة نفسان دي او رزقي خو بسين حتى اذا جاءتهم رسولنا حتى كو رسول ما والشي ما ورجوان با جوان را يتوف يعني الرسول دفر دا رسول موتية ملك موتية كبير ملك موتية كله حتى اذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم ايوان بدن وفات كرن قالوا جوان را دبيجن اينما كنتم أينما كنتم تدعون من دون الله ما كنتم تدعون من دون الله ولكبون يعني او تشتكوا اشترف خدا هذا دعوت كرن درما وتشبوا القرشبي قالوا ضلوا عنا امشون ضلالته وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافر شاديدان سنة نفسكم كافر فمن اظلم فمن اشنع ظلما لبن أذو أين أينما كنتم تدعون من دون الله وقالوا ضلوا عنا يا بعث بوتارك خد ترى دويج أينما كنتم تدعون من دون الله فاردو والله وصل والله خبرته فاردو أينما كنتم أينما أين الذي كنت تدعون من دون الله والله خبرته مش شاشك أينما كنتم كان أواني قوة وان دعوتك غيري خدا وان بورع عبادتك تدعوني أن تعبدون من دونه قالوا ضلوا عنا وما برد ضلالته والشهيد وعلى المسلم من المكان راس خبر قالوا انا تكوى ما برضبط اول حاجه قالوا لي جني وين اب انا فايدا وانت ضلوا لا ضلوا ضلوا عنا ما هم ضلوا هم ضلوا يقول شو نا بلى سيدا سيدا قول ضل يضل لقول اما قام معناه يدقشت قدوم ادرباس كده وضل وحقا عليهم الضلاله ادويه منع كفر قارشي ايمان قارشي هدايه بنظر ده بمعنى غابيه هني جاء ده بمعنى معصي كفر بل ابو صواع عين يقول من يوصى معنا كامي ارى وانا سري ان شاء الله فمن اظلم فمن اشنع ظلما كي ظلم ولا لك بهار شنيع ترى ممن تقول على الله ما لم يقله ايكو لسر خدا تشتكي خدا نبوت يا رب لسر حصابي خدا ويدر ما بكى او كذب ما قاله او تشتكى بيجا جبرك اولئك ينالوهم نصيبهم من الكتاب او كسن وينالوهم نصيبهم من الكتاب او يعني شو او بيجا وان نصيبه وان جي اي كواتي نفساندن اي ما كتب له من الارزاق والاعمار ورزق عمري وان كواتي نفساندن جوانا او بيجنك حتى اذا جاءتهم رسلنا حتى رسول ما ونجوانا حتى غاية لنيلهم يعني أوي في رزق عمره خو بدل نشاندن حتى بدله نصيبهم واستفائهم أي تمام بكن واستفائهم لو إلى وقت وفاتهم حتى وفاتهم ويا حتى التي يبتدأ بعدها الكلام أميا يعني كلام بشتي حتى يثبتك والكلام هنا الجملة الشرطية جملة الشرطية يعني كشيء دقيق حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم جملة شرطية عجمة ها نا باردو الجملة الشرطية وهي إذا جاءتهم رسلنا جملة شرطية حتى ويتشاغي يعني دس بيكرنا وان حتى ويتشاغي نوام دكن يعني أب عمري خو وأبان رسقي وحتى ويتشاغي نوام دكن وبشتي ويتشاغي عندي جزائي وان تيكس مشكلة قالوا مني إذا جاءتهم رسلنا قالوا ويتوفونهم حال من الرسل أو رسول متين وحال كوني واجي يتوفونهم واندن وفاتكر أي متوفيهم
اول كو وان دن وفات كن والرسل ملك الموت واعوانه وآل كارمين وما وقعت موصولتان بأين في خط المصحف يعني نورمال ما يرى آيري ولا نفساندن شو أدبر دا آيري أبو نفساندن أما دا خط مصحف دا في بعض نفساندن أينما أكو أينما ولا أين دبا أينما جبونا أوكي أينما كنتم ونلو كدب مرابة من أو كلمة مجال سلها دا حال على أين ما كنتم أين آيري ما كنتم آيري نورمال دا خط مصحف دا في بعض براتين نفساندن ايش خطه مصحف اجي مرق قرش نابي اوكي طيب انا عارف ايش قول خطه عثماني شواط بين الصاندن اولدو جيبي جبونا حرمتاوي مداخله مايك اذا ددنا تشي بيجم اينما دا خط الرسم العثماني ديفيجن مثلا اينما وطا ما بي وزلتي معنى اشاره ايريه الخط العثماني لا يقاس عليه توقيفيه ما دوتا بيبا بيزل قاندن إشارة تاوي أيبد القرآن ده وصا يزولا ما مثلا تشتي وجه نفرت بكن ما يج خود دور دكن تشتي نورمال لبنيرن ما يبيبا دزل قينن أو إشارة تا جاي القرآن ده يا ما دبردا دبردا دقيقي أو ما 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 تدعونه ما تدعونه بوتن أبا جي عادسن أو إجا دبردا بيبا زل قاندن ده بس حبيت بيبا بيها ما ايش خود دور دكنش بو پوتن ويرو ايش خود دور دكن عطا ايش خود دور ناكن او را باشا وران باب سيرو هاتي جبري ايش خود دور دكن مالي مالي راس نورمال جيلا بيبا بيبا يعني او قام مصحاب لا بيبا يا اما يعني كو بيبا ادية كو بيبا ادية او ماي 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 اينا ماي نينا او ماي موصول ادس بل وكان حقها ان تفسرها سمك شيء تبي حقي بي نورمال يقول القرالي قرالي نحوي جرجي ايبيا لانها موصوله ما هي موصوله بمعنى اين الالهه الذين تدعون كوجوان عبادت كده و من اوان بوتشي ضلوا عنا غابوا عنا ولا يروهم ضبونا امزان كل اشون امزان فلا نراهم ولا ننتفع بهم نم وان دفين نم في عز وان دفين اعترافا اعترافا منهم بانهم لم يكونوا على شيء فيما كانوا عليه اعتراف دكن جخو دبيجن او نين تشتكي دس لي وان دتنا او علي كل سليبون يعني ما تخمين دكن لدنيا دا ابانا ايلو تشتكي دس لي وان دت وان لم يحمدوه في العاقبه وانا تشتكينا كو سونو جوان فرخوش نينة درباس نبية يعني لو ما تشتكي نبع شنبان بس سيدة لبين هذا هو رمي بقوتها تشير سليم العلد سليم العلد يعني اينا وما شوي يعني فكرة قمتان اجد المشرك دو دنيا دا بآياتك دو دنيا دا مشرك راعت بعث الدنيا بي جبنا كم مشرك يجي بوتا حز دك بخوف الدقرة بيجرى أين ما بيمز على قانديه وان آيات وان آيات يكو بعض مشرك أبو وبعض آخرة دابه آخرة تحنم وانا به بيجرى يجر كي أنا مشرك تسد كذا جي حز دك بوتا آخرة ده خوش بكر كده وده بيجرى ما بي آيري بيسكري زاف خوش مو يك آدو دي سيدا تدري ملا على دبيجة ده حرف القرآن ده حرف زائدة نائي فإما يأتينكم أو إنما أو جميع ما يراد بيت شاك لا لسيدة بلي بارك الله فيكم أزغلام أنا عربي ده أغج مرة فرنائي بيان كرم أسلوبة وهي أسلوبة عربي ما ده أسلوبة عربي ده نزائدة مشكورة قاعدة قرآن اكتشي كريش مرة زائدة تي اصل اصلوب عربي او ما هي از غلام او ما هي يعني وی پاشی اصلوب مش خورا چی کری مال گوری مزیده ای اما سپوری عربی دا اصلوب اکوی ای او ما دوی زمانی دا زایده مایده نین از غلام ها بله بله اوی هی ورن کنه زایده به نا به معنی نا سلحه اوی هی ورن ها همه هی تواب ریز بکن بین زمخشین به زایده تمام سوار چه نکردی مسئله ای؟ هم در باسن در باسن تمام سيدا النبي سيدا سليم العلا دبر معنا نكر يعني وده من دون متابعة كرجي دبر ده إني شرطية يأتي أنا فعل الجواب الشرطي شنو الجواب الشرطي يعني دبر ده
وقت جيكو مرم معني لي بخد ماي دبرا النافيه ماي دبرا ما لي سيد لا لا دبرا دبرا معني قوسا اسريال الماي ناك قاسم العرب دبرا دبتشاو معنا لك وتشاو زياتي دار بخد كي اسريا ازوي مرق ما اجرت مرق ما نزبوت شكيا ازل تشاو علماء دبيجن ما وياد حروف باشقا قليلا ما إلا جرم ماي موصولة بالشرط نين إلا جرم ماي موصولة بالشرط نين ده لزوات عرب ده ويا نزايدة و معنى كي يعني كسر دي مثلا هاي يجبو تأكيد معنى زيادة نا أسلوب عربي أبيز ولا يعني زيادة این آیدی او نو سای جای این بیاجی تی قلامیش کرنه دو اسلوب عربی بیایی ای مثلا وقت زمخشری ده مغلی لبی بیدم مای دشمیره ما زمخشری میده خراب کریه زمخشری نینده نه نه پاردولو امرو شام مای مای زائیده ده به مؤکیده یه جغیری مای زائیده ما کی مؤکیده معنی جراهه یه نگو او گروشا تنهی من نگو او گروشا که حرف زیده تنهی گروشا تحقیق ده علماء حتی سری در فخر رازی لسر بیا گره دکتورا چی بود علماء می پیش علماء فخر رازی در سری ده یه قرآن ده اصل زیاده نقصان تنه ترادفشی تنه از علماء ای اوی هنی که ورن کنه زیده به ایجا معنی ترس تفهم کرن آن اوی هنی که ورن وصا وکا لای وکا اوکی اوی ایجا یعنی امید بینی دام میدن از از اولم کاب و از وفاسه مال عدد جواب که خوش نبه از زیاده ویش مثلا مردم در باز که چند رو بری ما منعک ان لا تسجده ما تفسير يقول لا زايدة سلام على علا بيقول حرف زلا قرآن إذا النائي طاب البريشة كنصة هاي ويت بيقات بالنورمالة إذا زياد بيجي مثلا ما منع كاس سلام على علا بيقول جاوب تفسير جد بيجي ما نا زايدة إذا برضه ما منع كاب تضمن أحجاي ومحوجي ولا ألجأي لا نا زايدة لا نافية تمام يا خوش يعني هني زيادة أو حرفك وامدري زايدة بشكل كي تعويض تلاش تبيز زاد زاد تدرد كم أما دبرتا عن بيت شوا كده دبرتا شوا أصلية ومعنوي أبي شوا كده د د عربي د قرآن د زيادة تنيي تحقيق أبي تيدا أوجيب أم زيادة دبين تيدا تضمين هي إشراف كتمة معنى إذن بدن إذن بدن او جيب وانا وقع حرفات زياده دبينه تو تحقيق بك مثلا اذا بدك شيء بيجن مثلا موسى عليه السلام وقت تدي قصص سوره سيده اللي دد ويقدي يمرغك لي دد او ميركا كيف ديجا لوي ان اراده هي سيدانه ما هم جدا نيسين بنيدا ان زايده والسلام بنير علماء محققين شد بيجن دبي حضرت موسى انجبو استقباله قاسم نيف سعاد جرا وعزار دا چركر لوكي او قبطي دولت دا وهابو ديه هوا وزيده بو ظلمه لوي اسرائيلي دكلوي مظلومي موسى لي نسعاد كر ويج نسعاد فهم نكر آشترا يمرغك بوشاتي لدا او انجبو نيف سعاد وعزيد تجاها هذا بيجبون نكتا تحليل بكتا عزوام و جواب نه عزوام و جواب نه عزوام قبول کنه. یعنی دبی افت دبیر داشتی نکتا ورا چیا نکتا آورا. کاری تو کرد. نبی اینا ورد نکه. به سید آقایم به عزوام هم چه چاری می نابینم. یعنی از به گردوک نابینم. جبری از والله از تم آیده بیله نابینم. و چه تو خوینه آه دنگی و اوتی من ها. گردوک هم نل بره. از یا بیشم. یعنی جار همه نبیشم تونه ی از والام. بس سيدنا عشان يعني ما تمام ما مساله فهم كيف تمام بس انت تشيه بهر عند فكر انا تمام تمام سيدا يعني سيدا قاسم ابو هم سيدا ما صار شاك ما سكنان سكنان دن يعني دفدا مع معناك وبيج ما اصليه ومعناك اللي بخج مره ظاهر نهاد وجوارك انا ظهرناتي مش بس ان شاء الله دي تريد ان شاء الله بروك
Embasat işte emin akın embasat işte yani feriyat atkın. Kala ayeti hoşuş var bu kuyen bedveden çi heyen fey bükün. Eri tamam. قال ادخلوا في امم قال رب العالمين قل ادخلوا في امم اجبك من نابين وان امتي قد خلت من قبلكم اي بلي اكتر باس بنا من الجن والانس نابا جن وانس ادخلوا جي في النار تبيا بركان ماغا كلما دخلت امة لعنت اختها شقا طائفك امتك كب كب جعنمي او لعنتي هبالي خطينة امتها هبالي خطينة حتى اذا داركوا فيها حتى كتبت اذا وسطبهم جميعا قالت اخراهم لاولاهم يعني ابا باشينج ابا بيشين رادفيجا يعني ابا باشينج ابا بيشين رادفيجا يعني ابا كيم ابا وكا بيشين متبع ج ج ج اوكي خراد بيجين يعني بيشكيش خراد بيجين ربنا لهؤلاء يعني جبونا وان خبر دب خديرة نكش بوان را خبر دنا يعني لأولاهم يعني في حق أولاهم لحق أبي خوي أول دب بيجن ربنا هؤلاء أضلونا يا ربي آبانانه وان إلى رجالنانه وان جري جرانه وان أشرافانه كو أضلونا ما بين ضلالته فآتيهم عذابا ضعفا من النار تو قد عذاب دوان أبد قال لكل إجا ربي عالم به لكل ضعف جهاري يكش ورق قد عذابه ولكن لا تعلمون النظام وقالت أولاهم إجا لأخراهم إجا أبي بيشكيش لأخراهم إجا أبي خوي كيمي بن دستي خو أتباعي خرا دبنش فما كان لكم علينا من فضلين تف أو كما أسنتي كما أو كما زورباتي كما سلوتنا فذوقوا العذاب ونجع عذاب طعمكم بما كنت تكسبون بسبب جنك وكسبك. قال ادخلوا أي يقول الله تعالى يوم القيامة لأولئك الذين جبونا ما كذب قال فيهم بحق وان ضغطوه فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته كي ظالم ترى جوان كذب افتراب كن سرح صاب خدا ياجي تكذيب آيات خدا إجا الحق البناء ده خدا بادخلوا وهم كفار العرب أو كافرج عربانه في أمم ادخلوا في أمم في موضع الحال أبيا ده أي كائنين في جملة أمم وجب كم تبي وان أمتي بري هني تشندي و دز ديشك زمان هذا الدنيا إذا جنا كريه ونبه ربونه أما إيه وقت عذاب هذا لبرد الجعنمي وانتبه هاتنا جيش تنهب حب لبي حب هرن كرمكن جيب أخشه وفي إذا بدن مثلا دبيجن شو علماء دبي والعذر أنها أو ما هي أو سيدة ملا محمد قول وتفيد مع التأكيد عموم الشرط وكم مهما وأينما هذه رب جريدك هي يعني جبوا عمومي بدي فيمي ها جبوا عمومي بدي فيمي او مره بما وزلت ايه وقت يكون ام بين دقيقة ما انا عبد ام بين زيدة يجي ام ناوين زيدة كي بوشة ام دي ساتين فايدة تأكيد ده فايدة مبالغة ده فايدة تشنيع ده فايدة يعني فايدة ويهنة كده اجمالا تقو او راس ده ايه لبيت اما اسلوبك عربية نكتة ويتي تعميم وكا مهما وعينما عموم لا كون هر دائما عواد كنها وي هواي غاتية معنى ويجي إشارة ويجي تعميم جبو وي معانية قرشلقصز نينة فقط أسلوب عربي ده ما زايدة نينة علماء محققين قوتن ده قرآن ده زيادة تن ده بين قرآن ده زيادة وإكسيكليك هي يا إيكد من هي جيانا إيكد من تنة جيانا أوقا أو جبور الشيء تمام ما جبو تعميم بيش معا تمام بس تعميم زيادة المبنى إدارة بكر إدارة بكر زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى يعني وقع أينما مهما تشوى عمومي تدفهمي أما ما ديجل إني هاتية كن دائما عوان بوي معنى تبيش يا زلما سيدا فيا أنا في جوابا جير جيتا نوكا جواب إنتني فاك موجي تخاف أترمي إنساني كتبيش ماي حرف زرد قرآن إذا ما هي راسي دير ولك
يقلب بك الجوي بتاع مشان بده جواد المعلق مجموع من المدينة عفا تعميم إفادة تقول هير دايما أو هان أي قريب يا مرحبا أجيش كي ما يم بقدينا عندي بشرة أم بقدينا عندي سري خبر دنا هذا معنا وياي ملا أي كائنين في جملة أمم أبيض بحال في أمم وفي غمارهم وفي غمارهم مصاحبين لهم ودنابا اوي اوي غمار وان دا ازدحام وان ووي قربالغا وان ووي توبلغا وان دا ونجي بكمن نابا وان اي ادخلوا في النار مع أممين ونجي بكمن آخر تبيبان أمت قد خلت اول أمتي قد خلت من قبلكم كبري ودرباسبونة وتقدم زمانهم زمانكم ون بحسب زمان لدنياي هنجوا او بلي وبون لعنت اختها التي ضلت بالاقتداء بها شنو لعنت اختها خدك او اباكو ضلت بالاقتداء بكو وقت وانا اقتداء بوان كرنا وان برنا دلالتي لو ما الى تير شكر دبين لعنت اخده الوبا كما دا بايوا لو ما مستحق بعظامي حتى اذا داركوا فيها اي تداركوا تداركوا شيء بمعنى تلاحقوا واجتمعوا تفدق يجينا من بدل يا طب طب من بدل واجتمعوا في النار قالت اخرى لبن اذا يا كم سرعه عين راس داري البيت دنياي هل شندي هل هي كده عصر كده عطيه اما دو وقت اجرت اخوك بس سنين تاب البر داري لوي داري بيجينا بريت زماني بريت حيوان الدنيا هبون Yok ki gavani ana bu top tükün tadıgan da hazdu o da bir çöle. Bana kitaba tükün de hazdu o ha. Yani bana jeli ben garana giştine. Benim. Gene hazdu ya da. Allah garani kuzberi ketti ya. Hava ikeni zikinde kevin nav garani. Aha. Amin. Bana jeli ben garana giştine. Beli emdar bastım. Kalet uhrahım. De beşin uhra çiye? Menzileten. Menzilet olara çiye? يعني أخرايوان جوان كيمترن وهي الأتباع والسفلة أو أتباع وسفيل وان أبي وان كيمي دشكي أو كن أن لأخراهم منزلة إجا أبي لأولاهم إجا أو منزلة ولا غال بيشن أو جيرا جيرا وهي القادة أو باشخان قمطان والرؤوس أو سروك إدارة جينة Türkçeki pır tehlikeli ya ayet dedi yani Türkçeki pır tehlikeli ya. Mazeli. Böyle. Gelten bugün ha. Eri. Ve mana li ulahum li ajli ulahum. Jibuy khatiri evi khuye peş ev de bejen şimal li enne hitaba ma Allah la ma'ahum. Yani evana deben ajbuna vana ya Rabbi tu az jibuna vana. Jibuna vana meyil peş. جبنا بان سروك ماش بنا بان جري جري ما يا ربي تعذابك قط قط بدي مع الله لا معهم نبغى خبرنا وقالت لي وقالت أخرىهم لي أولاهم نكو أبي وانة متبوع جتابع على خبرنا نا أبي متبوع جد من أج جبنا بان بان أوكي ما بان سروك قمتاني ما يا ربي تقط قط عذاب بدي بل عذابا ضعفا يالمضاعفا قط قط لكل ضعف İyice kodan geçin. Yani tıp divan çünkü evana bu ne sebebi dalalet tam da tıp divan. Aynen. Aynen. Bu da tabi ona eşit tıkırız lan. Etba'u metbu'u. Etba'u mehtabu. Le'isu mer'us eşitin de azab daha. Ona böyle sadece. Beli. لكلن ضعف لكل بني لأن كل من القادة والأتباع كانوا ضالين مضلين ضلالة ابونا وانسان ابونا ضلالة عندي عذاب وانتباجي قد قد مالي سيد كاز خوش بكم كما ايهات كما يعني قرن بالمال ده قرن بالتاوق متبوعة نا قد قد يعني متبوعة قد قد بالتابع الخجي واتشي اما القادة اما القادة قادة رؤساء كما قد قد بكفرهم وتضليلهم همون كافر همون كافرنا قلالته وأما الأتباع أوجد بكفرهم وتقليدهم بسبب كفر وسبب تقليد أوان يعني هذا تمام
Evet, kelime ki tabi şimdi iyi o taklit ne ne zorlama ya zorlama. Melim. Taklit ne ne taklit ne zorlama işte az olan demokrasi de. Eri dik ma bir abi kada endi yorum arsalı bir kirası değil mi arabaysi? Sayıda. Zorlama işte ne zorlama. Dik ma bir abi kada endi yani emeliviya emeliviya nokta belin ha. Mira ders bir kada. Zorlama hadi nokta bir kada yavaş sayı ayet yomu despeke. Eli a ecu sabır bakın. Bira andık ma bir abi kada endi des bir yorum abi kına. Beli. ولا نايل نايل نا ولكن لا تعلم لا تعلمون والنظام قرئ بالياء والتاء يعلمون ايش تعلمون بل فما كان لكم علينا من فضل ابيا عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى للسفله يعني عطف بسوي ذا بكر اوان سفيله جو جو خضره غوتن تشي غوتن وقالت اخراهم لاولاهم ربنا تقول شيء قو ضعفين من العذاب كنت وندق قطع عذاب بدن فان جري جري ما إجا ربي عالمي عطب كسر ويدا ربا قونا فما كان لكم علينا من فضل عطب سلمي كلام ده قو فضلك و لسلمتنا يعني كو اي اي ما دقاتي اي وبا اي وجه اي ما هندك تربة قو تشتكي وصا تنا لكل ضعف اي فقد ثبت ان لا فضل لكم علينا يعني ابانا فضلك يعني ابي اولاج اي اخرى بفضلك والسلمتنا وعذابي بدا عندك تربه وان متساوون في استحقاق الضعف ام و وكهبن وعذابي ما اوت قتلمالي ام وكهبن يعني فذوق العذاب ون عذاب ذوق بكن من قول ابي بني من قول القاده يا أمانا يعني إلى الجنة يعني أبي أولاد بيجن أبي وان بيش كيش وان بيجن في أخوت أو من قول الله لهم جميعا بلي از تقدم سوري كي بس مال مال شاكر خلاص طاو حابد إذا كنا خلي أنا صدقك كي نعم كلام كان إيجا إيجا كلام كان بلي تمام بلي زحتن ماشي تقدم تقريبا تيسا كي بيجن كان فكرتي دائما على دين أوبكم جيب بس مرجمر إنكي بكة بلي يعني البيت اللي تشتاق مفهوم كده وهاي أو كسبه يعني البيت دنياي تابعي لدرك يبقى إنسان يبقى وتابعي ما لم ينزل به سلطانا بب يعني الشوار الجام أخوة تشريع كرنا وقانون ترخصنا يعني أبيات جزائي وهي لا